مرحبا أحبتي وأصدقائي، مرة أخرى نعود للشاعر صاحب الطويري، لكن هذه المرة سنقدم شهادة مهمة جدا من شاعر كبير بحجم الراحل علي الشيباني رحمه الله. وهذه الشهادة جاءت بحق الكبير الضويري بما يتعلق بالأوزان التي يكتب عليها الضويري وكذلك الأسلوبية وغير ذلك من الصفات الشعرية والشاعرية لدى الضويري، وكذلك شهادة أخرى من الناقد الصديق العزيز الأستاذ ثامر الحاج أمين أيضا باتجاه صاحب الضويري، وهي إشارة نقدية مهمة جدا. جميل جدا أن نستمع سويا ونشاهد سويا الرأيين والشهادتين، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى ومواضيع أخرى. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يشرفني الحديث عن الشاعر الديواني الراحل صاحب الضويري، ذلك كون صاحب عاش حياة تراجيدية مليئة بالعذاب والألم والقسوة على مستوى التجربة الفردية والحياتية، وحاول جاهداً أن يكتب شعر متساوق مع هذه التجربة دون النظر لمدارس الشعر وفنون الشعر وآليات العملية الشعرية. لقد كتب بعفوية مطلقة وتحت إيقاع الأندلس الشهير وبروح فراتية محضة أشعار شعبية جميلة ورشيقة وخالدة. ما تميز به الشاعر صاحب الضويري هو أنه انطلاقته بدأت انطلاقة قوية على عكس كل البدايات الإبداعية، إنها تبدأ بخطوات متعثرة غير متزنة قصيرة، إلا أنه انطلاقة قوية من خلال بواكير شعره تمثلت بقصيدة متعوب التي كتبها في ريف المهناوية عام 1971، والتي تعد هي أول قصيدة كتبها صاحب الضويري، اللي مطلعها يقول: بدت بيا بلاوي تعارش الحيل، وهو يا حيل ظلوا بيها ماطل، لو ان وقتي اجاني مشرع بالخيل، ارد اضحك واقول ان وقتي جاهل. عفى قلب وش حمل لو عاف وشال، مصايب سود من سود الليالي، وما وجه الترانم دوهن البال، انا احط بالعذاب المال تالي، وحيد وللمودك صار الحبال، يعين الله الوحيد المال والي.